فالآن من فريق القدس أخونا محمد فهد، هل يتفضل ها هنا مشكور. تفضل تفضل تفضل. لأننا فضاليون فلذلك الرسل لازم علينا، لأن آباءنا وأمهاتنا قد أطعمونا من مال بلدنا سن الأكل الرسل، فلذلك نحن على الرسل، ولذلك الرسل أنفع من الخبز، كلا، ولذلك إن تظنوا أنتم أن الرسل أنفع من الخبز، فأنتم تعيشون في دنيا الأفلام، إني لكم مخالف الرسل، بل أظهر عليكم الحق فقط، لأن الحق حق والخطأ خطأ والغلط غلط، لا يلتمي الحق والخطأ في مكان واحد، إن جاء الحق زاد الخطأ، حيث قال الله تعالى: جاء الحق وزاد الباطل، إن الباطل لكان زهوقا، ما هو الحق؟ هو الخبز أنفع من الرسل، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال في حديثه الشريف: أكرم الخبز، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والتحيات من صديق بلغة من فريق الخبز إلى رئيس هذه المناسبة الأخيرة التي مقامة من السنة الثانية لمدرسة جامعة السلام العربية، وإلى ضيوفنا الكرام وحكام الحساب وزملائنا الأعزاء، إنكم تعلمون ما هو الموضوع. يا مخالف الخوف لا تصيحوا، لأنكم لا تجدون الشهرة بالصيحة، حيث قال تاهلي: هداه الله هداية كاملة، الشهرة لا توجد بالصيحة. صح. أيها الحاضرون، إن في الخوف من القوة وبعض القوة، وهي أقل من الخوف، كيف تريدون أن تعلموا؟ فاستمعوا الكلام وانصتوا لعلكم تفهمون. أولا، الرز يسلق من الماء الساخن، ثم ينبت ويطلق ذلك الماء، وأكثر قوة الرز في ذلك الماء. الناس يأكل القشرة والبقر يأكل الفاكهة، الناس يأكل الرز أن يأكل القشرة، والبقر يأكل الماء المسلوق من الرز أن يأكل الفاكهة. هذه حقيقة الرز أصليا، وبالعكس الخبز لا نظير ولا مثيل للخبز، الخبز نظير الخبز، يعرف الجميع عن قوته وحقيقته. أيها الحاضرون، إذا أصيب الناس بمرض البول، بمرض نخل البول، يقال في الإنجليزية كاربي، ماذا أوصى الطبيب الناس؟ أنتم تأكلون الرز كثيرا؟ لا، بل أوصى الطبيب الناس أنتم تأكلون الخبز مرتين والرز مرتان، لأن الله تعالى قد أعطاك الخبز شفاء، الخبز شفاء للناس. أيها الحاضرون، الذين يأكلون الرز صار أكثر بطونهم هكذا، إن يريد رجلان أن يتعانقا بطونهم هكذا، لأن يتعانقا إلى يوم القيامة لا يتشارك صدرهما بل يتشارك بطنهما. ليس المعانقة بل يقال ذلك المداقنة. صح. كم من فلوق بين الذين يأكلون الرز وبين الذين يأكلون الخبز، انظر إلى العرب بين البنغالي، الرجال العرب هم هكذا كأنهم بنيان مرصوص، وبالعكس رجال البغلاري أعطوا الخطوات كلهم هكذا. أيها الحاضرون، وفي الأخير أقول لكم: الذين يأكلون الرز لن يعملوا إلى يوم القيامة على تلك، لن ينكح أربعا إلا امرأتان، الخبز مأذن إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة من الناس يأكلون الخبز الراهنين إلى يوم القيامة، الخبز مأذن منذ أقصوى إلى أن ينتصر فريق الخبز على طريق الرز، لا يبدل الرز جائر ولا عدل عادل ولا لومة خبيث. السلام عليكم ورحمة الله.